يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول الرجل لزوجته هذه خليلتي أو لصديقه هذا خليلي؟ ما في بس، لأنه ليس خليلا لله، ويقول ما يشاء لأنه ليس خليلا، إنما هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يقول خليلي فلان، أما أنت اتخذ من شئت من الأخلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن الله لم يتخذك خليلا حتى تمتنع. نعم.